ها قولي لي كنت عايزاني في ايه؟ استاذه هو انا ينفع اقرا واكتب؟ انت عايزه تتعلمي فعلا؟ ينفع. انا مش عايزه العلام يعني اللي زي علامك ده، انا عايزه يا دوبك يعني حاجه على قد كده، اعرف اقرا جورنال، يافطه، عنوان، واكتب اسمي واسامي ناس تانيه كتير. حاضر، سيبيني افكر لك واشوف لك طريقه. ماشي. عارفه قبل سلوى ده لو حصل هيبقى عندي الدنيا وما فيها. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله العظيم. البطاقات لو سمحتوا. بطاقه العريس وبطاقه العروس. والشهود. اتفضل مولانا. اتفضل مولانا. اتفضل. عادل حسان سليم المواردي. المهدي، المهدي يا مولانا، المهدي. جرايس يا رجب، انت هتتجوز باسم واحد تاني؟ الناس يا اخويا بتتجوز باساميها. جرايس يا بنت عفاف، عادل حسان ده اسمي الحقيقي، رجب الفرخ ده اسم الشهرة. ها؟ خلاص كمل انت يا مولانا، مالكش دعوة، كمل. ما واحدة فيكم تسمعنا زغروطة. بقول لك ايه؟ قماري. القسيمة دي أهم حاجة. تدفع له قرشين زيادة وتروح تاخدها بدري بدري وتشيلها جوه حبايبي عينيك. وهي مبسوطة فين دلوقتي؟ يعني هتكون فين؟ تلاقي عندها فرح سهرانة فيه. كان يوم اسود يوم ما شفنا وشها. بعدين ايه حكايتك يا سلوى هانم؟ مش كفاية انك خليتي راسها براسنا؟ وهي بنت شوارعية زي ما كلكم سمعتوا من بقها، بنت شوارعية، ولما نطفت شوية بقت صبية علمة. وقال ايه حضرتك جايه دلوقتي نعلمها القرايه والكتابه؟ ايه اللي ناقص تاني؟ ايه المفاجاه اللي بعد كده؟ سوسن انت اخر واحده تتكلمي في الموضوع ده عشان كلنا عارفين انت مش طايقاها ليه، مع ان دي حياتك الشخصيه وانت حره فيها. يعني ايه؟ يعني البنت ماشيه معانا زي حد السيف وعايشه معانا وهي مظبوطه. شكلكوا كده كلكوا بقيتوا ضدي. البنت عاوزه تتعلم القرايه والكتابه وطلبت منكم المساعده. اللي عايزه تعلمها اهلا وسهلا، مش عايزه تعلمها خلاص بلاش، هنعمل مشاكل ليه؟ هي ما طلبتش غير من سالو، وانا بعرض عليكوا عشان كلكوا تبقوا عارفين، خصوصا انها عرضت تدفع فلوس للي تشارك فيكم. عايزه اعرف كرامتكم راحت فين؟ دي عايزه تشغلكم عندها، عايزه تستغل الظروف الصعبه اللي احنا فيها. انا الحصه بتاعتي ب2 جنيه والحصه ساعتين ان كان عاجبها، ولو وافقت تبقى تجيب السبوره والطباشير معاها. انت اتجننتي يا صفيه؟ انا بجد اتجننت لو كنت رديت اركب مع راجل غريب العربيه وخليته يحط لي عقد فل على صدري. حتى انت يا صفيه؟ انا شكلي كده لازم ادور على سكن تاني. طب انا بقى مستعده اشارك صفيه في المهمه دي بس من غير فلوس. متطوعه يعني؟ ولا متطوعه ولا حاجه، وفي حاجه ببلاش الايام دي. وايه الثمن بقى اللي انت عايزاه؟ يعني تغسل لي هدومي، تشتغل شغل البيت، وكده نحفظ مركزنا وكل واحده تقف على السلمه اللي تناسبها. يسلم فمي كده. لا ايه رايك يا وفاء؟ لا انا بره الحكايه دي خالص، لا عايزه حد يغسل لي هدومي ولا اخد فلوس من حد ولا عايزه اعلم حد. يبقى مش فاضل غير استاذه الاشتراكيه المهزومه في مصر. ها، عايزه فلوس ولا غسيل هدوم؟ والله انا بعمل اللي اقدر عليه لوجه الله، وبعدين اعرضه عليها. مش جايز ما توافقش انها تغسل هدوم اي واحده منكم؟ معلش تعبتك يا رجب. انا خدامك يا ريسه. لا ما تقولش كده، انت بقيت صاحب المكان دلوقتي. على مهلك. على مهلك. على مهلي غصب عني. على مهلي. ربنا يديك الصحة. ده الواحد يا ابني بقى نفسه يتكرف منه كده، مجرد ما يتحرك خطوة ولا اتنين يديك الصحة وطولة العمر ويخليك. عمان. يا حبيبي. اه قعدني بقى. على مهلك. قعدني. ايوه. اه يعني بص بقى عادل، تستغربش انا من هنا ورايح هندهلك باسمك الحقيقي. ما ينفعش يا ريسة، ما ينفعش. رجب الفرخ دوت اسم لبسني ولبسته، ولا انا ينفع اسيبه ولا هو ينفع يسيبني. وحتى لو سبته هيرجع لي تاني. البني ادمين دول يا ريسة عاملين زي الشوارع، مهما غيروا في اساميها برضه هتفضل بالاسم اللي الناس عرفتها بيه.
انا هفضل راجب الفرخه لحد ما اموت. انت هتقلبها بقى ايه؟ الله، ايه يا ولا في ايه؟ كل ما ابص لك فاكر يا ولا رجب، هقول لك رجب عشان ما تزعلش. اول مره شفتك فيه عملت معاك ايه؟ عرفي. كانت مقابله حلوه الصراحه. يعني عارف يا رجب، اول مره شفتك فيها بصيت في عينيك وفي صابع ايديك كده، عرفت ان انت مش متبهدل، وتاكدت ان انت ابن ناس، وحاجه من الاتنين، يا الدنيا بتاعتك طردتك يا انت هربان منها، وانا عمر نظرتي ما وقعت في الارض ابدا. يلا بقى. يلا ايه؟ يلا شوف نفسك. ما انا هشوف نفسي طبعا يا ريس، هشوف نفسي. بس لكن هقول لك حاجه. انت هتقعد تلكني وتبسبسني؟ لا ايه ولكن ايه؟ هو انت مش عريس؟ عريس. طيب العريس بيعمل ايه؟ بيهيص ويشوف نفسه؟ يلا شوف نفسك. اعمل ايه طيب؟ تخرج تتفسح تعيص تقضي ليلتك زي ما انت عاوز. الله مش عريس. وبعت لي البيت عفاف عشان تقلعني هدوم. طب ما انا ممكن انا اعمل ده يا ريس، انا ممكن اساعدك واعمل انا ده يعني لو عايزه، يعني لو ينفع، يعني لو ينفع. بس اتكسف يا ولا، انت ابني عبيط. الموضوع مش زي ما هو في دماغك خالص. انت مش فاهم حاجه، انا ما انفعش في الجواز، وحتى لو انفع مش ليك انت، ده انت عيل يا ولا. انا قد امك، ويمكن اكون اكبر من امك، قد جدتك كمان. عايز حاجه؟ الجواز اللي بيننا ده على الورق بس، والورق ده عشان ينفعك في دنيتك بعد كده. فهمت حاجه؟ قوم اندهلي عفاف. ماشي حاضر. الله يخرب عقلك يا رجب. الواد عايز يرمي نفسه في التهلكة عشان يثبت لي انه ذكر. اخ يا رجب، يا ريتني كنت انفع. والله لو انفع ما كنت عتقتك يا كلب.